بدورها أكدت الدكتورة ناهد كمال حسن أخصائية الباطنية والأمراض المعدية في المستشفى العسكري خلال لقاء في برنامج بكم نعود، أكدت على أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هي لقاحات آمنة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل مملكة البحرين، وأن جميع الأعراض الجانبية الخفيفة المصاحبة لأخذ اللقاح هي أعراض طبيعية ولا داع للقلق حيالها. اللقاحات راح يكون فيها أعراض جانبية، والأعراض الجانبية مدروسة، وبالنسبة لتطعيم الكوفيد مدروسة. طيب أغلب الأعراض هي أعراض خفيفة ومتوقعة. إحنا سنوياً بناخد الفلو فاكسين أو تطعيم الإنفلونزا، بنتعب يوم أو يومين، شوية سخونة على شوية تعب وخلاص يعني. فنفس الشيء مع التطعيم، لأنه أنت في النهاية دي أجسام غريبة على الجسم، ويعني وظيفتها انه تنشط جهاز المناعه. جهاز المناعه حتى احنا في تخصصنا كامراض معديه دائما بنقول انه الحراره او السخونه مش هي المرض، هي مجرد انه الجسم الانسان قاعد يتفاعل ليقاوم المرض. صحيح. فما منها ضرر، فما منه خوف. يعني كل هاي الاعراض الجانبيه اللي بتحصل بعد التطعيم ما منها خوف، ما منها ضرر، طبيعيه جدا وطبيعيه جدا وامنه جدا. نعم.